وذاد سول نند مثل ما زول نصفي سورنا رسالة الناس ثم زيخة أنا في دوسي الحالة ينعوث يميد خبرا صرف سينوث ذا كان يتورا جهدك من الحال إيجارزن وذا لونت شويت صدرين الحمود يتمنى ضين النوجفة وانشتغف لهو يحمان ديوسان سون زول نوت مورث وذا ينريد من لما ذا سنة ثلاثة ديت دون ديخصر الحال ودي لون سوكفور وذا غان الصبنت فسني وين الحمو وذا ينرد يسن سومالوان لوروب وذا ينالت ثيدة زوارات من نملو وذي عديت صبحي الأربعاء غرت من نظين التلمس هي قدو سمر نتمورث دوك سنت النظام يكتدو نغلاف من القضيش مراد الزمالي ذا كنت سقاموت نطمانا نتمتي سعد دايتي وناثين وعريث ذي ثريمث غاف سبات وريقين ندوجيا يقودو ذيتشي عن وسان الله لك ثغارت كبانيين وينادى ذا كان إلى قاتل المعاونة جريم جايان ذوي ثعنا تمثالت ذوق حريشاكي أكان ذي عدي وغوراكي ولهذا الان بلق لاحظتوا يعني منذ سنه ولا وحنا نتكلموا على الاخدام وفيه نقاشات يعني راه ديبات سوسيتي على هذا الامر حتى كيفيه ايجاد حلول لهذا الاخدام لان هذا المعضله هذه تاع ولا قضيه المنظومه الضامن الاجتماعي تخصنا تخص كل الشعب الجزائري وتخص مستقبل الجزائر مستقبل ابنائنا ومستقبل حتى احنا اللي غدوه غادي نصبحوا يعني متقاعدين لازم 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 نخمو في هذا الامر ولهذا لحد الان كما قلت راه التخلخلات الماليه او التوازنات الماليه ما راهيش مضبوطه وهذا ناتج ماشي غير على الوصفات الطبيه نتج الإفراط في العطل المرضية نتج في الإفراط في عدم التسريح نتج في عدم التسريح والغش في التسريح وكل هذه العوامل خلت أنه منظومة الضمان الاجتماعي يعني تعيش اختلالات مالية ذوق واليس نلوالي نلزاير ثمان ناقث المندي في دينس غاف تمني ليت ديهكا ويزون نلزاير ثمان ناقث يقضوا قورا زقاغ نلزاير يقضوا تصبي ذي لان ذوق حريشة قيلة غايغا نلمان نيجا درميا نسرف سنوس لك ثزمارت يقض ذات مزدوخ يخبر ذي الوالي زوخ ذاك انت في ذاتي كلت تي ثلاثة نوس زداغ هي 24 تيكل وتيلي ذي الدور في ايدي ثدون وتتفاح ذي كلت تي 25 توفيق الامير يغالد سوشتا الكل يعلم بلي اليوم رانا في عملية 24 ترحال ومرحلة ثانية وما من المرحلة الثانية ما زالت بقالنا فيها 570-580 ساكن إن شاء الله الأسبوع القادم نواصل هذا المجهود مباشرة بعد ما ننتهي من عملية 24 ترحال نكفل نبداو نحضروا عملية 25 لأن احنا كي وقع الاحصاء نتاع العائلات اللي في حاجه للسكن في 2007 اكثر من 70000 عائله احصيت لحد اليوم تسجل برنامج موازي ب 84000 وحده سكنيه اجتماعيه اليوم هذا البرنامج نسميه واعطينا له تسميه جديده سكن عمومي ايجاري استهلكنا منه حوالي 44000 وحدة سكنية وعندنا أكثر من 30000 وحدة سكنية ما زال راهي في الإنجاز وقبل التوزيع أنسى لي سوك زون الجلفة عند ثوغال الغلان الخضرة غارت فير قوس قوس عجين لالا دغا طوماطيش ذي فلفل ذي ثمناط نبن زغودة غاف سبب وكورن تماكارن إفلاحة نثني دنولي ذي ثوريق زكريا مداح ثمنا طمن زغوداي طفران ثغيوان تنحسي في الدول كوكزدون الجلفة ذي وثي يرتم النظين التفلة في سعنا طاس اني مكان ندق سفغن الطماطيش ذي فلفل ما شاء وغوراني اللان في الدان دق ذمن نفل لحناقي يتوكسان الغلاب بوين زان لدغا لغياف بوامان دتريسيتي يقوث المعاونة احنا ماذا بينا هذو الفلاح يعاونوهم بقى احنا يننا ننجحوا في ذا المنتوج تاعنا هم المنتوج هم رم يصنعوا فيه وحنا نصدروا فيه احنا يروح منا الجزائر رجله في مستغالي تلمسان هذا المنتوج راه يروح من كل بلاصه راه نجو ندو منا كاع الولايات راهم يرفدوا فيه منا كيما لانكري انا نعاني فيه لانكري انا خاصنا اتات فلاحيه خاصنا صوالح بزاف والله غال وزاد قلت لك اللي مضاتنا خلاص الكهرباء هي اللي مضاتنا ما قدرناش بتي تاع المازوت قلت لك ب 550 ما قدرناش نجيبوها خلاص ارض ما شاء الله والامكانيات ما كانش ماهوش قادرين باش تريسينتي ماهوش قادرين باش يخدموا هذا الارض
سرا فصنة غيوانت ولن ذاكنا ينسثورن إفلاحنا ذا زرفنسن خسا كنشي عنا سنيم ذبرن ثعنا ثمسالت إميد تمنط يسعنا طاسن الخيرة ذي تفلاحثة. احنا كسلطات كبلدية اننا راسلنا جميع المصالح الولاية رئيس مجلس الشعب الولائي مدير الفلاحة وفدرنا لهم الانشغال تاع المواطنين. المنطقة هذه تاع طرف الشيح وبونز قودة والرجل هذه منطقة فلاحية بالدرجة الأولى 100%. هذا الفلاحة راه معاناو قاساو يخدموا غمدة المازوت تين قاشين بوشال ذي الغلايس فرحان مشى الغياب المعاونة يتراثى مناطق ذي ثقنثين وعريض. هي كان صوت درتك راني سلنست مزيخ 30 مليلتر.